لأنا ميليها التي راقصت منذ الطفولة قلم الرصاص تحكي لوجين في لوحاتها قصة موهبة ولدت معها. لوجين البالغة من العمر 15 عاماً أبدعت وتألقت بالرسم، فهي في رسوماتها تضاهي كبار الفنانين. طبعاً لوجين زي ما بنعرف إنه عمرك 15 سنة ولساتك صغيرة يعني بالعمر، بدي تحكي لي كيف اكتشفتي هاي الموهبة عندك بالرسم؟ بدأت أول إشي من سن 5 سنوات، كنت بحب أرسم بالمدرسة وبالبيت، بحب التلوين، أي شيء كنت بشوف ورقة برسم عليه، أي إشي بخطر ببالي، أي شيء بخطر ببالي مثلاً مثل الطبيعة، عن الأسرة، المدرسة برسمه. حتى لما بلشت بسن 10 بلشت اكتشف انه هاي موهبة ولازم انا اطورها، وبلشت اتطور تدريجيا خلال 3 سنوات حتى وصلت المستوى اللي انا الان وصلته. لوجين احكي لي مين كان يشجعك؟ طبعا اهلي ومدرسات بالمدرسة وصحباتي، وكمان الناس عبر الانترنت والعائلة، كمان برا اعمامي وخوالي دعوني، كاتهم انه حكوا لي انه استمر وما اقطع الممارسة هاي. طيب شو الألوان اللي بتستخدميها برسوماتك؟ إيش أكتر إشي أنت بتتقنيه بالرسم؟ الألوان الخشبية والرصاص، بستخدم أنواع إنه تناسب الموهبة اللي عندي، المستوى اللي أنا بقدر أبدع فيه على الورقة. بعمل التفاصيل مثلاً لمعة العين، الأنف، الخد، الفم، برسمه بدقة عشان نبلش كأنه يعني تروث. بس بترسم من الالوان الرصاص يعني؟ بس بترسم برصاص ولا انه لا بتستخدم اشياء ثانيه؟ بستخدم الالوان الخشبيه زي ما حكيت، واحاول الان بتدرب على تلوين الزيت. طب كيف بتطوري هاي الموهبه عندك، موهبه الرسم؟ الممارسه اليوميه وكمان التشجيع بحفز الواحد على انه يمارس الموهبه اللي عنده ويطلع اكثر، ومع مر الزمن بصير الموهبة تنمو. يعني انت عمرك 10 سنين كنت ترسمي، هلا عمرك 15 سنة، دائما كل يوم بترسمي بتضلي؟ كل يوم بس احيانا انه انا ما برسم باستمرار، مثلا بالاسبوع مرة عشان امتحانات ودراسة. كيف بتفرقي بين الدراسة والرسم؟ باوقات الفراغ لما مثلا بكون مخلصة دراستي بروح برسم عادي، بكون ما عندي عند وقت فراغ برسم فيه، ومثلا يكون عندي امتحان لا بترك الرسم بنساه شوي وباخذ اعطي وقت الامتحان. لوجين احكي لي، بتتواصلي مع الفنانين هون عندنا بالاردن وبتتابعي نشاطاتهم؟ فنانين بالاردن بصراحه ما بعرف كثير، بس انه بعرف صديقاتي عبر الانترنت، بعرف يرسموا بتواصل معاهم، وناس كمان فنانين من برا الاردن، وطن العربي غير الوطن العربي، كمان بتواصل معهم، كمان بيشجعوني، هم بحسوا انه موهبتي حلوه وبدها كمان بدها ممارسه اكثر. شو اول لوحه بديتي فيها بالرسم؟ اللوحه هاي. اوكي، هاي من الرصاص، يعني انت بلشت اول شيء بالرصاص؟ بلشت بالرصاص وبعدين على فوق الرصاص لونت بالالوان. حاولت انه استخدم درجات عشان اعمل الدارك واللايت عشان تطلع رسمه حلوه. فكرت تشاركي بمعارض؟ معارض يعني من الفترة اللي فاتت ما كان فيه، لأنه أصلاً ما كان في ناس تقريباً بتعرفني، ما هسه في أساس، في مشروع لمعرض جامعة آل البيت ومعرض بالمدرسة عملناه مشان الهجرة النبوية، وكمان إن شاء الله في معرض رح يقام بجمعية التضامن على 4 ثقافي. طيب تفكري انه تكملي دراستك بفن الرسم ولا انه بس تصيري بالجامعه انه لا رح تدرسي شيء ثاني، تدخلي تخصص ثاني؟ ان شاء الله انا رح ادرس فنون بالجامعه، شيء يعني بحاول انه اقدر ابدا فيه ويعلمني اكثر عن الرسم والفن. طيب موهبه الرسم بتشوفيها ان عندكم وراثه في العيله، في حدا موهوب بالرسم ولا لا انت هاي موهبه من عندك؟ في موهبه، كل اشخاص اختي رغدة واختي آية واخواتي كلياتهم يعني وراثه، هاي وراثه بس هم عندهم موهبه بس ما بيمارسوها. عندهم يعني رسمهم حلو بس ما بيمارسوا الموهبه، انا حاولت اني اطورها وحبيت الفكره يعني وطورتها.
شو طموحك لقدام لجين أو شو بتطلع إلى المستقبل؟ إن شاء الله أنه أصل لذروة الفن اللي أنا حاطة ببالي أوصلها وأصير يعني معروفة بالوطن العربي إن شاء الله مستوى العالم، وناس يعني بشوف رسمي مثلاً بحبوه يعجبهم، وإن شاء الله يعني أنه من هون لأفضل إن شاء الله. بالنهاية لجين أنا بتشكرك على هاي المقابلة كتير. وأنا كمان حابة أشكر قناة رؤية وحابة أشكركم أنتو، ويعني وأنا بشد على إيد كل يد عندها موهبة بتطوير والممارسة، وإن شاء الله تطلع موهبة معروفة. ألا أبو حمدة، رؤية.